السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. بالدخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، والليلة هي ليلة الجمعة، يفضل الإكثار من الصلاة والسلام والمباركة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. فصلاتكم معروضة عليه وقراءة سورة الكهف والغسل والتطيب والإبكار لصلاة الجمعة أثابكم الله. عنوان الحلقة بقى القرص الكنز. أنا جايب لحضراتكم النهاردة قرص كنز. لمين؟ لجميع الرجال وجميع النساء وجميع الرياضيين. جايب لك النهاردة قرص كنز. قرص استخدامه هيحسن الأداء البدني بتاعك، هيديك طاقة عالية، هيعلي معدلات الحرق ويساعدك على التخسيس، هيزود القدرة الذهنية، هيزود القدرة الجنسية، هيقوي الانتصاب. ده ليه كمية فوائد. أقول لك إيه، في حاجات بتفلت مني. زيادة النشاط الذهني والقدرة الذهنية وتنمية المخ، في منه نقط للأطفال، في منه نقط كده للأطفال، آمن تماما للأطفال والكبار. تحسين قدرة القلب، بيحسن قدرة القلب على الانقباض، بيحسن الأداء الرياضي والأداء البدني، بيزود أعداد الحيوانات المنوية وبيعالج المشوه منها، بيزود القدرة الجنسية، بيزود الانتصاب، أيضا بيؤخر أعراض الشيخوخة. أقول لك إيه، بيقلل حالة الاكتئاب، بيحسن الحالة المزاجية، تبقى قاعد كده متسلطن ما شاء الله. أيضا بيحول الدهون ياخدها يوديها بيوت الطاقة الميتوكوندريا فيولد طاقة رهيبة، بيرفع معدلات الحرق. عبارة عن حمض أميني، وجنب الحمض الأميني لازم زنك. يقوم الزنك يعمل ايه؟ يرفع المناعة، فهو العنصر الأساسي لرفع المناعة، يزود الخصوبة، بيزود الإنزيمات فيحسن الهضم، هام وضروري للشعر والبشرة والأظافر. الزنك عنصر مهم جدا. طب فين المنتج؟ كارنيفيتا فورت. كارنيفيتا فورت، ال كارنيتين، ال تارتاريت 1000 ملي جرام، ومعاهم زنك 71.7 من 10 ملي جرام. لا، 7 7 انا قارب الشمال، 7.17. شو مي قربك اهو. ال كارنيتين، ال تارتاريت 1000 ملي جرام، و7 و71 ملي جرام زنك. كارنيفيتا كارنيفيتا فورت. حلو. طب انت دلوقتي ما لقيتش الكارنيفيتا فورت، فرضا مثلا جدلا، هجيب الارل كارنيتين بلس اهو، ال كارنيتين بلس، يا دي يا دي، وهو دي هو ده هو ده هو ده اهو، ال كارنيتين بلس وكارنيفيتا فور، يا ده يا ده اهو اهو. شو مي ارابيك. اوكي اهو اهو. طب ذا برايس، شو مي ذا برايس. الاثنين ابروكسيميتلي ذا سيم برايس. ده الشريطين ب60 جنيه، يعني الشريط ب30. طب ودي الثلاث شرايط ب92.5، يعني الشريط ب31 الا هبابه اهو، يعني الاثنين
لو انت ضغطت عليا، الشريط ده ب 31، بس انت لو ضغطت عليا في ظل الظروف الحالكه وحرب روسيا واوكرانيا، ضغطت عليا هو ب 31، حدولك ب 30، حدولك ب 30 وانا مضغوط يعني. ولن ينفع احد ثباته الانفعالي في ظل هذه الظروف القاتله. احنا دلوقتي مش بنكح تراب، لا احنا عدينا المرحله دي، احنا بقينا نلحس التراب. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر على ان التراب متوفر في هذا الوطن مع الامان اهو. كارنيفيتا فورت، طب جرعته ايه؟ قرص مرتين، قرص مرتين بعد الاكل قبل التمرين، قرص مرتين، ممكن تاخد قرص 3 مرات. ممتاز، منتج ممتاز، حالة نفسية حرق. بعد ما تستخدمه ب 7 أيام كده هتلاقي حمادة كده وانت قاعد مع نفسه واقف بياخد العزاء، انت ما عملتلوش حاجة. فإذا معنى كده ان هو بيقوي وصول الدورة الدموية لحمادة. والنهاردة الخميس، ليلة مفترجة، دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم اي طبيب ولا اي صيدله ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، اني احبكم في الله بكل لغات العالم، فردوها علي في التعليقات. انا بقول لك بحبك، لازم تقول لي وانا كمان بحبك، بلاش السلبيه دي يعني. هاتوا خد، سلام عليكم.